موجز الاقتصاد، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1485 دينارا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، فيما شهدت أسعار الدولار في أربيل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 1485 دينارا لكل دولار أمريكي، في حين بلغ سعر الشراء 1483 دينارا لكل دولار أمريكي. وأشارت مصادر صحفية لارتفاع أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1490 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 1480 دينارا لكل دولار أمريكي. كشفت الصين عن حجم التبادل السنوي مع العراق، حيث وصل إلى 30 مليار دولار، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع بغداد سيتم تفعيلها قريبا. وقال المستشار التجاري الصيني شو تشون إن حجم التبادل السنوي في عام 2019 وصل إلى 33 مليار و300 مليون دولار، إلا أنه انخفض في العام الماضي إلى 30 مليار و200 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية. وأضاف أن الصين لا زالت تعتبر أكبر مستورد لنفط الخام من العراق، بالرغم من انخفاض الواردات نتيجة تداعيات جائحة كورونا. أعلنت وزارة النفط تحديد شهر أيلول من العام المقبل موعداً لإدخال مصفى كربلاء للعمل بطاقة 140 ألف برميل يومياً، والذي سينتج العديد من المشتقات النفطية. وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي إن من المؤمل بدء التشغيل التجريبي للمصفى في الربع الأول من عام 2022 وصولاً إلى شهر أيلول من العام نفسه، والذي سيكون بطاقة تكريرية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً في محاولة لسد الحاجة الاستهلاكية للبلد ضمن نسبة إنتاجية من المنتجات الخفيفة المطلوبة مثل البنزين وزيت الغاز اللذين بحاجة لهما العراق. كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية عن تحرك لربط موانئ البصرة بتركيا، مشيرة إلى بدء عمليات التحريات الأولية للطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر. وقال عضو اللجنة مضر خزعل إن التحريات تتزامن مع المسوحات الأولية للحفر داخل مياه ميناء الفاو والتهيئة لافتتاح عدد من المشاريع، وبانتظار افتتاح العمل بشكل عام في ميناء الفاو الكبير. وأكد خزعل أن وزارة النقل دعت لتخصيص مبلغ قدره 750 مليار دينار ضمن الموازنة لإنجاز المشروع. هذا وارتفع النفط صوب 70 دولارا للبرميل مع انخفاض المخزونات الأمريكية وارتفاع الاستهلاك، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الهند المتضررة أصلا من الفيروس. وارتفع النفط في عام 2021 مع انتعاش الاقتصادات الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين من تأثير الوباء، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة، بينما تكافح الهند باستيراد النفط الخام الرئيس موجة فيروس كورونا القياسية التي أضعفت النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات حكومية تقلص مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، فيما زالت الصادرات، لكن مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي. إلى اللقاء.